رامي الاول طمنا وطمن الجمهور، الاصابه اخبارها ايه؟ الناس مسكت قلبها بايديها، الاصابه الاخيره وخروجك من المباراه وابتعادك عن المنتخب. هو الإصابة كانت بدايتها بس من ماتش السوبر المصري لما كنا بنلعبه في الإمارات، حصل كذا مرة شد كده في ماتش ده سيراميكا، صحيح. لأن كنت في المنتخب في فترة الراحة لما كنا بنلعب ماتش مع المنتخب بره ملعبنا، ولعبنا نعم ماتش هنا في القاهرة. نعم لما طلعنا كنا ما فيش وقت الراحة ليا، بالنسبة نعم لي أنا بصراحة ما كانش في راحة كفاية، ما كانش في ريكفري كويس للجسم. فلما رجعت برضو الجو هناك في الإمارات الرطوبة عالية شوية. والمجهود بتطالب اللاعب يعمل مجهود مضاعف وبتبذل مجهود أكتر، فده بالنسبة للعضلات محتاج إنك تشرب مية كتير، محتاج إنك حاجات طبيعي إن اللعيب حلو. يعملها، بس للأسف كنت أنا مجهد شوية. انت فحصل لاعب كذا بتسوانا على كاب على فيردي، كام على فيردي بتسوانا موريتانيا، بالظبط على كده السوبر، على جورمايا، يعني ماتشات كتير. مظبوط كده. نعم. فالموضوع كان شويه ضغط في الفتره اللي فاتت دي، وكانت كلها ماتشات حاسمه ان كان علينا ضغط ان صحيح، احنا كلها مع ماتشات كؤوس. المنتخب نعم. ومع المنتخب كمان لازم كنا نعدي. نعم. وعايزين بدري بدري، بحيث صح. ان كابتن حسام كان مصمم على بدري بدري عشان انت اسم منتخب مصر نعم. مع فرق برضو منتخبات ليها طبعا. قمه الاحترام أكيد. والتقدير، بس ما ينفعش اسم مصر ما يصعدش بدري مع المنتخبات دي. احنا صحيح. كنا عايزين نوصل رساله للناس وعايزين نفهم ان الناس ان منتخب مصر رجع بقوه. فهو كان عنده حق بصراحة، وكنا لامين بعضنا ان احنا نحاول نرجع يعني بأسرع وقت احنا نصعد بدري بدري ونريح نفسنا. قول لي ايه اللي حصل بينك وبين طب الاصابه اجهاد إجهاد خفيف جدا في الخلفيه ولا في لا في الضمه؟ الضمة الحمد في لله، الضمه. بسيطة جدا جدا جدا. لما انا حسيت بوجع او حسيت ان هي هتشد عليا طلبت التغيير احسن ما تزيد او يحصل لها برافو مزق عليك. او حاجة، فهي شد بس الحمد لله يعني الحمد احنا لله. احسن يعني، بعد فتره التوقف الدوري راجعين عادي مع ان الفرقه شاء الله الحمد لله دلوقتي والشكر شغال لله. في الاجازه خالص، شغال علاج طبيعي وشغال جيم كويس. وتقويات في عليها النادي بحيث عادي. في النادي وبره برضو يعني نعم. لو في علاج طبيعي بره وفي النادي يعني بعمل مرتين بس تحت اشراف النادي طبعا طبعا. عشان اقدر ارجع بسرعه ان شاء الله. كلمت الكابتن حسام قلت له على الاصابه، والنادي طبعا بيقدم تقرير طبي، لكن انا اعرف ان العلاقه بينك وبين الكابتن حسام حسن اكتر من رائعه. الراجل ما قعدكش دقيقه احتياطي، لا مباراه رسميه ولا مباراه وديه، وانا الحمد عرفت لله. انه زعل جدا مع اصابتك. قول لي لما حصل تواصل بينك وبينه اتكلمتوا في ايه؟ في الاول خالص حصل تواصل مع كابتن ابراهيم، برضو كابتن ابراهيم نعم حسن برضو شخصيه محترمه جدا، طبعا. جميل جدا، نعم. متفاهم، عقلاني، بيحب يسمع برضو كل الاراء. فاتكلمنا معاه ووصلنا المسج، واتكلمت مع الدكتور ابو العيله وعرفنا ان الاصابه ممكن تقعد من اسبوع ل 10 ايام، فمن 12 دكتور ابو العيله شاطر، والدكتور محترم احمد جاب وشاطر الله في قوي، النادي الاهلي شاطر شاطر، قوي فما شاء الله يعني. بصراحه يعني نعم. ناس محترمه جدا. ودكتور جاب الله برضو معانا في النادي طبعا محترم قمه في طبعا. الاحترام. فقررت ان انا اروح اعمل اشاعه، ولما بعد الاشاعه عرفت ان هي هتاخد من اسبوع ل 10 ايام. فكابتن حسام بصراحه قرر ان انا اخد راحتي في الراحه، وبالصدفه قابلته وانا كنت داخل اعمل اشاعه، بالصدفه هو كان خارج من الاشاعه يعني. والله. فده الحديث اللي دار بينا، ان انا كنت في المستشفى وهو خارج فبساله ايه مالك، وانا اللي المفروض اعمل اشاعه ولا انت اللي كنت بتلعب ولا انا؟ هاي. فقال لي لا انا بعمل شيك اب بس كده على ركبتي. فقلت له طب خلاص يعني هتلحق الماتش جاي، هزرنا هاي. وبتاع، هو نعم. شخصيه جميله ولذيذ فطمن عليا. والحمد لله الامور قلت له فيها شد خفيف، ولسه عامل اشاعه واكد على حضرتك برضو الاشاعه، لان انا بقيت اللعيب بيحس بنفسه طبعا الاصابه ايه طبعا. قويه، شدت منك قوي، في صوت مثلا بتسمعه في العضله لو ترقعه والمرحلة مش محتاجة انك يعني ايه ادوس على تجازف يعني،